التاسعة مع زيد عبد الوهاب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تواجه حكومه الكاظمي تحديات تتجاوز الازمات السياسيه والاقتصاديه والامنيه والصحيه الراهنه الى صراع مع كيان موازن داخل الدوله العراقيه ومحاوله لانهاء سيطرته على مفاصلها واداره منظومه الفساد فيها. عن هذا الصراع وادارته سياسيا سنتحدث عدد من المشاكل المتفاقمه والديون المتراكمه دعت الى التعامل مع اسباب المشاكل لا عوارضها بحثا عن حل ينقذ الكاظمي وحكومته من نقمه شعبيه انهت سابقه وعرقلت تكليف غيره ليصل الامر اليه على مضض من كتل سياسيه مجبره اتخذت موقف المعارضه منه حتى قبل ان يبدا عمله وازدادت الفجوه بينه وبينها بعد عدد من الخطوات التي يراها هو من زاويته اصلاحات لا يمكن التغاضي عنها فيما تراها من خلف فرضة وشعير سلاحها استهدافا لوجودها ونفوذها على الأرض أما الكاظم الذي يدرك صعوبة مهمته فتبدو نظرته واضحة حول عدم إمكانية إنهاء مهمته بانتخابات مبكرة قبل إصلاح الوضع السياسي والأمني رغم كل الضغوط هنا نطرح جملة من الأسئلة هل يرتبط مستقبل العملية السياسية بنجاح حكومة الكاظمي وهل ستتبلور كتلة للمعارضة في البرلمان لمواجهة كتلة الموالاة وكيف سيتعامل الكاظمي مع مخاوف بعض الكتل من تحقيق المطالب الشعبية كل ذلك وأكثر في حوار أساسي تمت الموافقة ما يزال ملف الانتخابات المبكره مثار جدل وانقسام بين القوى السياسيه ففي الوقت الذي تساند كتل سياسيه الكاظم في اجراء الانتخابات تتخوف كتل عده من احتماليه اجرائها كونها لم تتوصل الى تسويات تتعلق بقانون الانتخابات يضمن وجودها في المرحله المقبله ازمه حقيقيه هي يمكن تحل من خلال الانتخابات ان تقريب موعد الانتخابات هناك بعض الامور المهمه في الدوائر الانتخابيه بعض المشاكل اللوجستيه بالتعاون مع الجهات التخصصيه في من خلال الجهات المشرفه على الانتخابات عقدت اكثر من جلسه لمناقشه هذا الموضوع والتقليل من هذه المشاكل من الواضح ان مفوضيه الانتخابات رمت الكره في ملعب مجلس النواب الذي ما زال يماطل ولم يفلح الى الان في التوافق على تحديد الدوائر الانتخابيه ونوعها وحجمها لا سيما ان الانتخابات لا يمكن ان تجرى الا بعد التصويت على القانون وتوفير السيوله الماليه وهذا الامر ربما يحتاج الى جلسه حواريه بين الحكومه والبرلمان والمفوضيه لانهاء الخلافات وتحديد موعد الانتخابات نحن مع إسراع بهذا القانون والوصول إلى صيغة نهائية ومع أيضا بكل صراحة مع دوائر متعددة هذا اعتقد يوم مطلب جماهيري ومطلب المواطن العراقي وهناك كثير من العقبات والمعطيات التي لا توحي بإجراء انتخابات مبكرة لا سيما أن بعض الأحزاب السياسية شبه متفقة على عدم إجراء أي انتخابات مبكرة وستعمل على وضع العقبات أمام أي محاولات لإجرائها لأنها تدرك أن نتائجها لن تكون في صالحها فراس الدليم قناة الفلوجة بغداد ضيف هذه الحلقة مشاهدين الكرام عبر الأقمار الصناعية من بغداد الشيخ حميد معلى رئيس الهيئة العامة لتيار الحكمة الوطني شيخ حميد أهلا بك ضيفا على شاشة الفلوجة في حوار التاسعة البداية طبعا من تأسيس كتلة عراقيون هذه الكتلة التي أثارت الكثير من التساؤلات حول إعلانها وتوقيت إعلانها الى اي درجه هي كتلة موالاة تريد ان تواجه كتلة المعارضة في داخل مجلس النواب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا لكم وتحية طيبة لمشاهديكم الكرام. حياكم الله. الواقع ان كتلة عراقيون ليست هي كتلة موالاة كما لا يوجد في مجلس النواب حاليا كتله معارضه وكم كنا نتمنى لو ان المشهد السياسي والحكومي والبرلماني منقسم الى هاتين القسمتين الطبيعيتين التي اللتان ينبغي ان يتمتع بهما كل نظام ديمقراطي لكن في الواقع عراقيون تجمع برلماني له غطاء سياسي ايضا يهدف الى تعزيز مسارات الدوله ويحمي ايضا مسارات الحكومه في اطار البيان وفي اطار البرنامج الحكومي المعلن كما انها كما انها يمكن ان تدعم كل الخطوات الجاده في دعم المحافظات ودعم القوات المسلحة ولملمة الأطراف وإيجاد نوع من أنواع التوازن السياسي ولملمة بعض الشتات القائم وذلك عبر إيجاد هذا التكتل م. الذي لكن يأمل بالعادة أن يتحول الشيخ حميد بدوره آه. معذرة المقاطعة ولكن متفوضل. مثل هذه التحالفات أو الائتلافات حينما تتشكل اما تتشكل قبل الانتخابات او تتشكل ما بعد الانتخابات، تتشكل مع الجلسه الاولى، تتشكل ما بعد تشكيل الحكومه لكن عبرنا مرحله تشكيل الحكومه، عبرنا مرحله توزيع الوزارات واعطاء كل ذي حق حقه بمحاصصه او غيرها. فهذا الذي دفع الناس وبعض المحللين الى التساؤل الغايه الحقيقيه من اعلان هذا التكتل في هذا التوقيت. احسنتم طبعا التوقيت هو كانت هذه هناك بحوث ونقاشات قد جرت منذ مده من اجل ايجاد هذا التشكيل واعلانه وقد مررنا بجمله مراحل لكن ما تفضلتم به في الواقع ان اعلان تكتل سياسي بعد انتهاء توزيع الكابينه الحكوميه هذا مدعاه الى احترام هكذا اعلان والتعويل عليه بانه يمكن ان يكون تكتلا هادفا مصلحا لانه قد تخلص مما يمكن ان يتهم به بانه تكتل من اجل التقاسم في كعكه الحكومه. انا اعتقد ان هذا الامر هو خطوه ايجابيه في صالح هذا التكتل وليست سلبيه كما يراها البعض. النقطة الثانية أن هذا التكتل في الواقع يمكن أن يكون تكتلا برلمانيا حاليا من أجل التزديد وتعزيز مسارات الدولة ودعم الخطوات الأصلاحية كما يمكنه أن يكون أرضية جديدة وتهيئة وتمهيدا لكي يكون قائمة انتخابية قادمة تحمل ذات المضامين الاصلاحيه بعد ان تكون قد كسبت قاعده جماهيريه عبر <applause> الفتره الزمنيه المتاحه حاليا من هذا اليوم طيب الى يوم ما يوم دعم يوم مسارات الحكومه شيخ حميد يعني انكم داعمون لمصطفى الكاظمي، يعني لماذا لا تعلنون انكم مع الكاظمي يعني بصراحه؟ نحن اعلنا بشكل واضح وصريح نحن مع كل الحكومات التي جاءت باستثناء الحكومة السابقة التي أعلنا موقفا معارضا منها الحكومة جاءت بإرادة شعبية وجاءت ولعل الاسم المرشح كانت الحكمة واحدة من السباقين في تقديم هذا الاسم إدراكا منها بأنها تعتقد بأن للرجل قدرات يمكن أن تتحقق جزءا مهما من البرنامج نحن في هذه القصه لسنا خجلين ولسنا جيب. غامضين في موضوعه ان هذا ممتاز. الرجل هو ممتاز وبما وبما انكم آه يعني صراحه بهذه الطريقه <applause> شيخ حسن معذره آه وتعلنون دعمكم لحكومه مصطفى الكاظمي اذا انتم تكتل نيابي ضمن سياسه الموالاه الواقع ان هذا التكتل حينما نقول اننا داعمون لهذه الحكومه، نحن داعمون لهذه الحكومه في اطار برنامجها الحكومي المعلن. ماذا لو خرجت هذه الحكومه عن برنامجها افتراضا؟ فسوف لن يكون مثل هذا الدعم كصك مفتوح لا لهذه الحكومه ولا لاي حكومه يمكن ان تاتي، هذا اولا. ثانيا نعم نحن ندعم مسارات هذه الحكومه ونعتقد ان الخطوات التي قامت بها برغم تحفظات البعض برغم الهواجس التي يمكن ان تثار على هذه الخطوه او تلك، برغم التحفظات التي يمكن ان يشار اليها في هذا الاتجاه، نحن ندعم هذه التوجهات وندعم هذه الحكومه وندعم هذا الرجل لكي نرى ماذا يمكن ان يعمل. لكن لماذا لا تتبنى الكتل السياسيه لهذه الحكومه تبنيا صريحا وواضحا؟ فانا اعتقد انه هو الرجل ليس ملك احد ان الرجل لا ينتمي لاي حزب وبالتالي ليس من حق اي حزب يقول ان هذا الرجل هو من حصتي بل ان عدم حزبيه هذا الرجل هي التي دفعت به لكي يتسنم هذا المنصب فلا ليس يعني لا اعتقد ان سؤال ينبغي لا ان لا يكون لماذا لا تتبنون هذا الرجل بشكل صريح هو لا يقبل ان نتبناه ونحن ليس لدينا وليس ليس تبني الخدرة. بطريقه مباشره ونحن أيضاً شيخ ليست حميد. حميد. معذره ولكن التبني بمعنى الاعلان الصريح باننا داعمون لمصطفى الكاظمي وهذا ما تفضلت به ايضا جدليه التوقيت شيخ نحن حميد نحن داعمون بشكل نا. واضح وصريح نعم جدليه التوقيت نا. ايضا تثير تساؤلا اخر في الاسابيع في الـ في الـ الخمسه ايام الماضيه في الاسبوع الماضي على صوت المعارضه ضد حكومه مصطفى الكاظمي بشكل غير مسبوق يعني حتى انطلقت حمله تسقيط وتخوين واضحه لا يمكن انكارها بشكل او باخر وفي ظل هذا التوقيت وفي ظل اعلان جمع تواقيع لاستجواب او استضافه حكومه مصطفى الكاظمي وشخص مصطفى الكاظمي انتم برزتم كعراقيون لدعم هذه الحكومه وبالتالي فهمت رساله بانكم تطرحون انفسكم داعمين بمقابل كتلة ربما تعلن نفسها انها معارضة لمصطفى الكاظمي، من خلال بياناتها، من خلال تصريحاتها، من خلال حتى جيوشها الالكترونية. طبعاً إذا فهم الآخر مثل هذا الموضوع بحسب فهمه فنحن لسنا مسؤولين عن طبيعة فهم الآخرين. أما إذا سُئلنا لماذا تم الإعلان في هذا الوقت في يوم 30 حزيران الذي كان يصادف ونحن نعيش يعني اجواء ثوره العشرين فدعني اقول لك وكما ذكرت يعني في بدايه اللقاء ان امر اعلان مثل هذا التكتل ليس وليد الساعه وليس وليد الاسبوع الماضي كان بعد سقوط يعني بعد استقاله الحكومه مباشره برزت افكار لدى عدد مهم من النواب خاصه بعد ان تفككت التحالفات السابقه وانفرط من عقدها افراد كثيرون او احزاب فكروا بشكل جاد بانه في حال تشكيل حكومه جديده يمكن ان يكون هناك رابط جديد لاعاده كتله من شانها ايجاد التوازن في المشهد السياسي القائم وعدم جعل يعني في طيف الكتلتين الكبيرتين الحاكمتين فبامكان ايجاد كتله ثالثه وبامكان ايجاد كتله رابعه من شانها ايجاد حاله من التوازن. هذا الفكر وهذا النقاش كان له اكثر من ثلاثه اشهر. نحن مارسنا جمله من الاعمال في هذه المرحله، المرحله الاولى هو مرحله مناقشه الفكره وجدواها والافكار والرؤى والجدوى المترتبه من ايجاد هكذا تشك تشكيل. ثم انطلقنا بعد أن ثبتت هناك جدوى وهناك أهداف انطلقوا إلى ما نسميه بمرحلة مفاتحة الأطراف الجادة والراغبة بإيجاد مثل هذا التكتل واستقطابهم ثم بعد هذه المرحلة جرت نقاشات أخرى بعد أن استكمل عدد بما يشكل خمسين شخص وخمسين نائب يمكن أن يقوموا بمثل هذا التكتل حدث نوع أنتم من الآن خمسين نائب ليس حاليا تقريبا 42 نائب نعم 43 نائب واثنين نواب اعلنوا انهم ليسوا شركاء في مثل هذا التجمع فبالتاكيد تقريبا 41 نائبا مه. حدث نقاش العام ثاني بانه هل هذا التشكل هو تشكل نيابي دون ان تكون له اغطيه سياسيه ودون ان يكون تحالفا سياسيا ولا ينبغي ان يكون تحالفا انتخابيا قادما هذه الحوارات عطلت الاعلان لثلاثه اسابيع تقريبا. ايضا مع ظروف كورونا وعدم ايجاد انواع من التواصل والظروف التي مرت الى ان وصلنا الى هذا الحد وتم الاعلان، فالاعلان ليس له علاقه بما ذكرتموه طيب. في السؤال. نعم. اما اذا كان الاخرون هذا هذا الفهم عميد. فلسنا اوصياء نعم. على فهم الاخرين. نعم. ولس ولست متبنيا لفكره. أما, اما التشكيل اذا نعم. أه لست متبنيا للفكرة ولكن قرأت مجموعة من الأسئلة مجموعة من التحليلات فخرجت منها بمجموعة من الأسئلة مستثمرين وجود جنابك حتى نسألها يعني بصراحة ووضوح أنا لست يعني بالتأكيد لست أتهم جنابك الكريم أن تناقل للأسئلة وأنت تريد أن تضع أضواء على مثل هذه التساؤلات حتى يكون المشاهد الكريم في صورة واضحة طيب. شكرا جزيلا. ايضا واحده من الملاحظات التي كتبت على اعلان عراقيون انه يعني تشكيل سياسي يقتصر على التمثيل السياسي الشيعي فقط، واذا كان في النيه فعلا تهيئه جو انتخابي للدخول بعمليه انتخابيه فنحن امام ولاده كتله يعني ليست وطنيه بشكل او باخر. طبعا لا يمكن سلب الوطنية عن أي نوع من أنواع التشكلات لا, لا لشيء إلا لكونه كرديا خالصا أو سنيا خالصا أو شيعيا خالصا فمن ناحية الوطنية جميع التكتلات تكتلات وطنية لكن يمكن أن نقول أن هذا التكتل غير منطوي أو لا يحتوي على مجموعة التراكيب المكوناتية للمجتمع العراقي فأنا أقول لك أن التشكيل فعلاً ابتدأ بعدد من النواب الشيعة بما يشكل تقريباً كنا راغبين بأن يكون تمثيلاً وتشكيلاً يتعدى الخمسين نائب ثم ينفتح على فضاء الوطني الآخر لكي يستقطب من أخوته النواب السنة والأخ والأخوة الكورد وبقية هل كانوا متحفظين شيخ حميد من, من إعلان الانضمام إليكم؟ آه لا الآن ستتم يعني الآن توجد مباحثات وتوجد مطالبات في هذه اللحظة الذي أتحدث معك فيها م. توجد مطالبات للانضمام سواء من نواب أو من وزراء أو من سياسيين ومن مختلف الأطياف الفكرية والانتماءات المكوناتية آه يوجد طلب كبير أيضا من, من النواب الحاليين ومن نواب سابقين واتصور ان مشروع وطني يمكن ان ينبثق دون ان تكون المحاصصات هي الثيمه الجامعه لهم ودون ان تكون هذه هي الثيمه المحركه وانما تكون الثيمه المحركه هي الاصلاح والوطن وانقاذ البلد وايجاد اصلاحات هادفه وايجاد مشهد سياسي قادم يمكن ان يستجيب لمجموعه الاسئله والتطلعات والطموحات المشروعه لما نادت به طبقات شعبنا التي ثارت تلك المطالب الحقه التي اثيرت عبر تظاهرات هذا هو تقريبا الوضع القائم واتصور ان, أن الايام المقبله يمكن ان نشهد انضمامات جديده سؤالي يطرح نفسه شيخ حميد اين حليفكم حيدر العبادي من هذا التكتل؟ حليفنا هو داعم في الواقع ولا وله شروطه وله يعني ظروفه الخاصة. ما هي شروطه؟ عدد مهم من النصر التحقوا بنا واعلموا يعني لا أتحدث عن الشروط هو لديه شروطه الخاصة أو لعله ظروفه دعنا نستبدل كلمة الشروط بظروفه الخاصة. لكنه بالاساس داعم لمجموع التوجهات يعني غير مقتنع مثلا ولا أو يجد لا, لا يجد جدوى سياسيه من, من انضمامه الى هذا المشروع لا هو لا يشكك بالاهداف لا يشكك بالجدوى بل يعتقد ان هذه الافكار ضروريه مهمه لكن توجد افكار تقنيه لعلها هي التي حالت دون ان انضمامه في اللحظات الاخيره. هل التنافس على على زعامه هذا التكتل؟ لنترك هذا السؤال ونذهب بالاسئله الاكثر استفاده وعمقا. يعني احنا قلنا شيخ حميد يعني هذه ليست متبنات لكن هذه يعني متبنات من قبلي لكن هذه عباره عن حصيله بحثي عن الموضوع فوجدت انها جمله من الاراء تستحق أن أن تسأل ولكن يعني لك لك حرية أن تجيب أو أن تتجاوز على هذا السؤال أو تتجاوز عن هذا السؤال عفوا. بالأمس أيضا كانوا هناك ضيوف شكرا. معنا في حوار التاسعة، وصفوا أن هذا المشروع هو مشروع سلطة في نهاية الأمر، يعني المهمات الإصلاحية ليس بالضرورة أن تنجز من خلال إعلان تكتل سياسي جديد، يعني القضية الإصلاحية قضية تنفيذية في نهاية المطاف. فعلى نأتي بنواب ونضعهم ضمن كتلة ونعمل لهم مؤتمر صحفي ليعلنوا أنهم يعني جاءوا مصلحين لمرحلة ما هذه أيضا ملاحظة سيقت بالأمس يعني كل كتلة حينما تتشكل من حقها بل من واجبها أن تعلن عن نفسها لكي تعرف الناس بها وبالأهداف التي جاءت من أجلها ثانياً القول بان هذا تجمع سلطه وهل هي كلمه السلطه يعني شتيمه او سبه؟ هي التشكيلات الحزبيه والتشكيلات البرلمانيه هي لا تريد وحي, السلطة وحي وتريد تجمع سلطه بمعنى حتى اوضح هذه الجزئيه لانها ايضا في في السياق الذي سردت فيه الفكره من حلقه امس شيخ حميد، تجمع سلطه لانه جاء لانهاء ملف الدرجات الخاصه على سبيل المثال التي تحسم الان في عهد مصطفى الكاظم. طبعا هو لم ياتي في هذا الاطار وكما ذكرت لك المراحل اللي مر بها منذ اكثر من شهرين وهي هذه المباحثات قائمه ولربما حتى اكثر من شهرين وليس للامر علاقه في هذا الموضوع ولكن لو افترضنا جدلا انه له علاقه بهذا الموضوع فما معنى ان يقال سلطه هي القوى السياسيه والقوى البرلمانيه تذهب الى الانتخابات لكي تحصل على ارقام انتخابيه تسهم هذه الارقام من اجل المشاركه وتحدد طبيعه هذه المشاركه في السلطه، انا لا اظن ان هذا الامر فيه عيبا، العيب الذي نؤشره هو المغانمه هذا عيب والعيب الثاني انه لو اتيحت لاحد فرصه المشاركه فانه لا يقدم نموذجا يعتد به وانما يقدم اردأ ما لديه لا لشيء الا لان هذا المنصب او هذا المكان او هذا الموقع هو من حصته هذا هو المدان في هذه العمليه وليس المدان هو طبيعه المشاركه السياسيه فهي الاحزاب تذهب الى الانتخابات، تشترك في الانتخابات، تحصل على ارقام انتخابيه تسهم هذه المعدلات الانتخابيه او الارقام الانتخابيه بتحديد حجمها في المشاركه وهذا هو السياق الطبيعي والمعمول والسياسي وليس في العراق وإنما في كل بلدان العالم طيب. التي تمارس العمل الديمقراطي والعمل الانتخابي شيخ حميد اليوم لكن المعركة لكن هذا التشكيل تحديدا نعم إذا تسمح لي أكمل صدق. هذه ولكن هذا التشكيل أعلن عن مبادئ وأعلن عن جدوى وأعلن عن أهداف علينا أن ننظر إليه هل يستطيع تحقيق هذه الأهداف فنشكره ونعضده وننضم إليه أما إذا لم يكن كذلك وكان مجرد فقاعة إعلامية حين ذاك هو سينتهي ولا داعي م. لإثارة الضوضاء عليه م. بمثل الضوضاء التي نسمعها الآلية حالياً باتجاه ما أعلننا. م. الجميع يعلن والجميع يتحدث وقد حدثت عدة مبادرات لم نسمع مثل هذا الضجيج وأنا استغرب فعلاً مثل هذا الكلام الذي بعض الأحيان لا يستند إلى حقائق وإلى وقائع. هل هو استهداف لتجربة عمار الحكيم مثلاً السيد عمار الحكيم السياسية؟ التي حصد فيها عدد من الأصوات والتي يعني كانت كما وصفت بالأمس من إحدى يعني عضوات تيار الحكمة كانت ضيفة في البرنامج السيدة العتابي يعني وصفت بأن سيد عمار الحكيم في منزله تحل المشكلات وتعقد الاجتماعات هل هناك نية سياسية لاستهداف تجربة سيد عمار الحكيم وبالتالي يثار هذا الضجيج حول تجربة عراقيون والله تجربة سماحة السيد عمار الحكيم مع تجربة الحكمة مع الدور الذي لعبه مع الخطاب المعتدل الذي امتاز به مع المبادرات التي اطلقها وتحمل مسؤوليتها كثيرا جعلت منه نخلة مثمرة وبالتالي تستهدف كل النخيل المثمر يستهدف والغريب طبعا ان هذا الرجل برغم هو يقدم هذه الاشياء من اجل صالح الوطن فهو ليس ليس باحثا عن وجاهه هو رجل معروف من عائله معروفه مرجعيه دينيه جهاديه لا يوجد قائد سياسي الان لديه شهداء بعدد شهداء التي تمتلكها هذه العائله لا يوجد رجل سياسي تقريبا قدم عدد من المبادرات الفعليه والعمليه هادفا بها خدمه ابناء الشعب العراقي بقدر المبادرات التي اطلقها هذا الرجل لكن للاسف حينما يعلن عن ايجاد مثل هذا التشكيل وهو جمع لعدد من النواب الذين لا دور لهم او انهم اشبهوا أصبح بالمهمشين في امام تيارات اخرى او اراد ان يعني هل تياراً هادفاً تحت عراقيون نواب منشقون؟ يوجد موجا شيخ حميد من كتل سياسيه اخرى؟ عدد منهم عدد بعضهم بعضهم بعضهم, بعضهم كتل هم كتل لم يعثروا على وجود لهم في مجالات أخرى، فهذه فرصتهم وهم الذي طرحوا هذا الموضوع بالمناسبة. لا. يعني موضوع إيجاد تكتل عراقيون أو مصلحون أو ما شاكل ذلك هي ليست يعني بادرة جديدة، هي حصلت في الحكومات السابقة أيضاً وتشكلت في داخل البرلمان كتلة من مئة نائب ولم نجد اعتراضاً حول ذلك، ولم نجد شتيمة، ولم نجد تشكيك، ولم نجد تسقيط. ونسمع الآن أن الرجل سيد عمار يريد أن يبحث عن عن وجود يكون هو في صدارته وكأن الرجل باحث عن أشياء هو لا يتمتع بها الوجود لديه لديه كتلة كبيرة محترمة معترف بها في داخل مجلس النواب لديه حزب لديه شباب لديه مناسبات لديه لوجستيك مناسب لديه أفكار جيدة لديه مؤسسات فاعلة وعاملة وليس بحاجة إلى مثل هذا الأمر كما لا. يريد أن يصوره البعض طيب. لذلك يعني مما مما استهدف أو من إحدى أدوات استهداف هذا هذه التجربة تجربة عراقيون يقال لماذا لم يقدم السيد عمار الحكيم إلى منصة إعلان عراقيون شخصية جديدة. ليوصل رسالة التجديد يوصل رسالة الإصلاح ليرسل رسالة أن هناك جيلاً جديداً فكرة الإزاحة الجيلية التي تتبناها قيادات الشبابية لتيار الحكمة بينما هو تصدى بنفسه لمسألة الإعلان والحديث عنها بصورة واضحة أولاً أن الرجل السيد عمار الحكيم هو من الوجوه الجديدة ومن الوجوه الشابة هذا واحد ثانيا بالنسبة إلى عدد البرلمانيين البرلمانيين هو شرط وجودهم كونه برلماني أوجب علينا أن نكون الوجوه المختارة من ذات البرلمانيين القائمين الحاليين ولو أن هذا الوجود كان وجودا مجرد وجود سياسي دون أن يكون مشروطا بتكتل نيابي لأمكننا أن نعثر على وجوه شابة جديدة ستتصدى لمرافق اخرى ودعني اخبرك ايضا بانه احنا الان عاكفون على تقديم النظام الداخلي وتشكيل الهيئه السياسيه لهذا التشكيل ستعثر على الهيئه السياسيه سنعثر على وجوه جديده وعلى وجوه شابه وعلى وجوه ممن تحظى بدعم واحترام ابناء شعبنا والعافية بالتداريج كما يقال احنا اليوم باكر نعلن النظام الداخلي بعدها نسوي لجنة سياسية بعدها نسوي عامة وما دام, ما دام العافية التشكر. درجات شيخ, إلينا <applause> شيخ حبيب ما دام العافية درجات هل تستعدون هل تستعدون للانتخابات محسنت. المبكرة من خلال عراقيون يعني عراقيون هو مشروع واعد يمكن ان يكون مشروعا انتخابيا ولكن ما هذا يقرره اصحاب عراقيون نحن لسنا الان اوصياء على عراقيين او عراقيون بين قوسين انما عراقيون تكتل هو يستطيع ان يصنع لنفسه من خطاباً. اصحابه تقول حتى يقر اصحابه رسمي. من اصحابه اذا ممكن تعدد لي يعني الكيانات التي ممكن ان تتشكل منها عراقيون يعني اول كيان هو كيان الحكمة <applause> الكيان الثاني كيان النهج الوطني الفضيله الكيان الاخر اراده الكيان الاخر جزء كبير من نصر قسم كبير من كفاءات والبقيه شخصيات يستحضرني يعني اسف اذا لم اتذكر اسم احدى هذه الكيانات لعله لا. يعتب علي لانني لم اذكر اسمه لا. بما يشكل كما ذكرت لك لحد الان واحد نائب اما اذا فتحنا على الفضاء الآخر المكونات الأخرى فبالإمكان أن نحصل على أكثر من مئة نائب بإمكانهم أن يشكلوا فضاء مناسبا لكي يشكل موجا مؤثرا في داخل مجلس النواب وموجا مؤثرا في داخل المجتمع العراقي في في وأيضا بإمكانه أن يهيئ بإمكانه أن يهيئ نفسه للانتخابات التي ستحصل إن شاء الله الموعد الذي نامل من الحكومه ان تعلنه قريبا بمساعده المفوضيه هل هناك يعني همس سياسي في داخل الاروقه التفاوضيه؟ تعرف شيخ حميد موعد الانتخابات المبكره او اي انتخابات اخرى هو موعد سياسي اكثر منه توقيتات دستوريه وقانونيه ينبغي ان تحترم، فهل هناك همس سياسي لموعد قريب وبالتالي يعني بكرتم في التوجه نحو تشكيل ملامح تحالف انتخابي لا لم اسمع مثل هذا الهمس اذا كان موجود همس فانا لم اسمع مثل هذا الهمس بل لعلي انا في لقاءات صحفيه في غير قناتكم الكريمه اشرت واعلنت وحذرت اولا ان الانتخابات تحتاج الى قانون انتخابي الذي يشكل خارطه الطريق للانتخابات وهذا القانون لحد الآن فيه إشكال قانوني وإشكالات سياسية ودستورية ولا بد من مجلس النواب أن يعالج هذه المشكلات النقطة الثانية أعتقد أن المفوضية الانتخابات أيضا فيها إشكالات لوجستية وإشكالات أيضا من ناحية تشكيلاتها التي لم تنتظم وأتصور أن على المفوضية أن تطالب مجلس النواب وهي اليوم ألقت الكرة في ملعب مجلس النواب من أجل أن يعطيها القانون حتى تعطينا هي التوقيتات المناسبة لذلك وأن تستكمل جميع الإجراءات اللوجستيكية من تحديد سجلات الناخبين إلى صناديق الاقتراع إلى السماح بالتحالفات إلى تحديد أسماء المتحالفين والكيانات المشتركة إلى آخره وأيضا علينا أن ننتهي من موضوعة ما أسميه بالمحكمة الدستورية الاتحادية التي هي من شأنها المصادقة على نتائج الانتخابات وهذه المحكمة تعاني خللا أو إشكالا فنيا ودستوريا لا بد أن تنتهي منه حتى نصبح أمام جهة من شأنها المصادقة على نتائج الانتخابات فيما لو انتهينا من الانتخابات أما موضوعة مبكرة وغير مبكرة فرأيي الشخصي رأيي الشخصي أعتقد أصبحت كلمة المبكرة كلمه ليست ذات قيمه وذات فائده وذلك لسبب بسيط ان المده المتبقيه للانتخابات الطبيعيه التي لا بد ان تجري في مو في توقيتاتها الدستوريه هي لا تعدو اكثر من سنه ونصف نعم لذلك 2022 شهر او بشهرين لا يعد نعم هي انتخابات عام 1900 2022 هي نفسها تحتاج الى سنه وسته اشهر او سبعه اشهر تقريبا. مع الانتهاء من كورونا ومع املنا بان ترتفع اسعار النفط لاحقا الى الشهر الثامن او التاسع فنحن سنجد انفسنا امام سنه واربعه اشهر وهي مده تستحق ان تكون فتره مناسبه لايجاد ما ذكرناه من تحديثات ومن ايجاد المستلزمات الضروريه لايجاد الانتخابات، لذلك طيب. انا اطالب لا اطالب بالحديث عن لكن انتخابات مبكره. نعم لكن شيخ شيخ حميد حتى نكون ايضا بالإعلان موضوعين الرسمي. نعم معذره أه لما ينقض الوعد الرئيسي في برنامج حكومه مصطفى الكاظمي المتمثل بعقد انتخابات مبكره، شلون لعد يعني تدعموه وتقفون معه؟ اذا هذا الوعد الجماهيري ما تحقق. يعني البرنامج الحكومي قائم على موعد انتخابات مبكرة والموعد انتخابات المبكرة بالبيئة اللي تفضلت فيها جنابك يكاد تكاد تكون مستحيلة لا ليست مستحيلة إذا عمل البرلمان الآن بكل جهده وأنهى موضوعة القانون وتم تحويل القانون إلى المفوضية المفوضية حينما تحتاج إلى أموال من اين ستاتي بالاموال مع وجود مثل هذه الضائقه مثلا؟ فهي ستعرض رؤيتها وستعرض المبالغ التي تحتاجها والمصروفات اللوجستيه التي يستلزمها اقامه مثل هذه الانتخابات هي ستقف عمليا مثلا الى بعد خمسه اشهر. اذا وذهبنا الى الخمسه اشهر ونعلن سنقف اوتوماتيكيا عبر ثمانيه اشهر من اجل تلك الاستحضارات فانا اقول أن الزمن كان هو الحاكم وليس الحكومة التي هي تنصلت عن هذا الموعد ولعلها يمكن أن تقدم الانتخابات متى ما انتهينا من هذا الأمر يمكن أن تقدم الانتخابات شهرين أو ثلاثة حتى تكون متسقة مع كلمة مبكرة ما أردت أن أقوله المبكرة بحد ذاتها ليست هي هدفا اليوم الهدف هو إعلان انتخابات نزيهة حرة من شأنها استقطاب الجمهور العازف، من شأنها إيجاد مشاركة واسعة، من شأنها أن تنتج مشهدا سياسيا قادما وبرلمانا قادما يمتاز بنوع من التجديد ونوع من الشبابية ونوع من الحرص والمسؤولية. لكن يعني قضية الانتخابات المبكرة. بعدما سمعنا من من خطابات لقوى سياسية. تقول للمصطفى الكاظمي احنا جبناك الشغلتين ما لك علاقه بالباقيات جبناك تسوي انتخابات مبكره وتتعامل مع جائحه كورونا والازمه الاقتصاديه هذا معناه بانه يا مصطفى الكاظمي انت يعني مهمتك مقتصره فاذا المهمه المقتصره على عقد انتخابات المبكره بالاضافه الى المهمه الاخرى غير منجزه هي تنظر تلك القوى الى ان حكومه مصطفى الكاظمي هي عباره عن حكومه مؤقته ليست كامله الصلاحيه طبعا انا ذكرت لك ان هذا رايي الشخصي حينما ارى طبيعه الامور القائمه نعم والا اذا حدث تسريع تسريع في في القانون وتسريع في اجراءات المفوضيه وتسريع في صرف الاموال اللازمه للمفوضيه حينها ستعلن المفوضيه عن موعد للانتخابات وهي وظيفه المفوضيه الذي سيعلن رئيس مجلس الوزراء بدوره باعتباره المعلن الاخير هو الذي سيعلن عن الموعد النهائي للانتخابات ولربما سيكون موعدا انتخابيا متقدما وبالتالي سيكون قد انجز وعده الذي اعلنه في البرنامج الحكومي. اما ما ذكر بان هذه هي النقاط الاهم المهمه التي من شانه ان يقوم بها ففي الواقع هي اولويات الحكومه انتخابات مكافحه كورونا معالجه الانهيار الاقتصادي مكافحه الفساد وايجاد التنشيط اللازم في القطاعات الاقتصاديه والمنافذ الحدوديه وتعظيم موارد الدوله وترشيق انفاقاتها. هذه خمس اولويات هي اولويات الحكومه. <applause> ونحن كقوى سياسيه كلنا دعني اقول لك كل القوى السياسيه لم أسمع أن هناك قوى سياسية لا تدعم الحكومة في هذه المسارات الخمسة لكن مو كلها أما شيخ في غيرها شيخ حميد الأزمة الأخيرة الأزمة بضل. الأخيرة الأمنية أوحت بأنه مو كل القوى السياسية داعمة لحكومة مصطفى الكاظمي بياناتها تصريحاتها تغريداتها مواقفها خطاباتها كلها توحي أنها لا تثق يعني بعض القوى طبعا وليس كلها لا تثق بحكومه مصطفى الكاظمي وتوجهاته وبعضها يعلن انها حكومه تابعه للولايات المتحده. هذا الفرز مهم جدا مهم انا اعتقد ان هذا خير وليس شر. دعه يكون هناك فرز للقوى التي تناصر هذه المباني الخمسه ودع هذه المطالبه ايضا دعها تكون حافزا ومحركا ودافعا للحكومه على تنفيذ هذه الاشياء الخمسه هذه مو حوافز كذبوني ولو بلقمه هذه 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 مفاتيح ازمات هذه مفاتيح خلافات هذه مفاتيح ربما تعطيل لعمل حكومه مصطفى الكاظمي اليس كذلك انا لا اراها تعطيل قد يكون بعض ظواهرها يمكن وصفها بالتعطيل لكن هي حكوماتنا دائما كانت تعيش الازمات حكوماتنا دائما كانت تعيش هذا النوع من الانقسام فيما بين القوى السياسية سواء في رؤيتها لتحديد الأولويات أو ربما في تعطيلها لبعض هذه الأولويات دعني أقول لك ما يحصل أعتبره جيدا لحتى هذه اللحظة ما دام لا تسقط فيه دماء ما دام لا يضيع هيبة الدولة هذين المرتكزين لا نقبل بهما لا نقبل بذهاب هيبة وعزة الدولة ولا نقبل بإيجاد تصادمات تسفك فيها دماء العراقيين هل هيبة الدولة على المحك؟ نحن أن نحصل على هذين نعم نعم يمكن أن نقول أنها على المحك كانت دائما وباستمرار هيبة الدولة على المحك وهي أمام امتحان صعب والسيد الكاظمي أسأل الله أن يعينه على ما يراه وعلى ما يمكن أن يقدمه طيب بالاجراءات الاخيره اللي اللي اقدم عليها السيد مصطفى الكاظمي الان يعني نقيم حكومه مصطفى الكاظمي من خلال القرارات التي اتخذت خلال الشهرين الماضيات شيخ حميد هل تعتقد بان حكومه مصطفى الكاظمي حصلت على دعم شعبي كاف يحفز القوى السياسيه على دعمه وبالتالي ربما يكمل مسيرته حتى يصل الى موعد انتخابات سواء كانت انتخابات مبكره او حتى في موعدها. تيار الحكمه كيف ينظر الى الى الاداء حتى اللحظه؟ طبعا تيار الحكمه في الواقع اولا يعتقد ان من المبكر الحكم بشكل مطلق على تجربه تعتريها مثل هذه الصعوبات وامامها مثل هذه التحديات خاصه ونحن نعيش الان سجن واسع النطاق اليوم كل احنا داخلين في حجر العراق كله محجور وبالتالي كل الاجراءات التي تقوم اجراءات ناقصه والناس داخله في بيوتها، الدوام نصف دوام، الفاعليه نصف فاعليه، المجتمع 80% من قدراته الفاعله كلها جالسه في البيوت، لا لا اعتقد ان هناك منصفا يمكن ان يطلق احكاما سريعه على هذه الحكومه ولكن بشكل عام استطيع ان اقول ان هناك املا ان هناك زخما شعبيا مناصرا للتوجهات الشعب الشعب للحكومه ولحكومه الكاظمي تحديدا، كما ان هناك توجسا وخوفا من ان بعض الاجراءات وبعض التصرفات التي لا تتمتع باغطيه سياسيه كامله ولا تتمتع بتغطيه اعلاميه مناسبه ولا تتمتع ايضا بتهيئه لوجستيه لها هذه الاجراءات برغم صحتها فهي تقف امام منعطفات تتيح الفرصه للمزايدات تتيح الفرصه لمن يريد ان يعوقها لكي يثير بوجهها مختلف التساؤلات. قالوا بان مصطفى الكاظمي كان متسرعا في بعض القرارات لا سيما في الاجراء الامني الذي اتخذ في عمليه الدوره وكذلك في ايقاف رواتب رفحاء او أه التلاعب برواتب المتقاعدين هل تتفق مع هذه الرؤيه شيخ حميد قلت لك لا اتفق على الاحكام المطلقه كان يوجد تسرع اعتقد بوجود هذا التسرع كان يوجد عدم تنسيق اعتقد بوجود عدم هذا التنسيق ولكنه ليس عدم تنسيق كامل فهو قد استشار بعض القوى السياسيه ونسق مع بعض القوى السياسيه الاخرى هو لم يعطي الفرصة المناسبة للقرارات لكي تأخذ محلها حتى يناصرها الشعب لم يكن هناك فريق إعلامي مناسب لكي يوضح الأفكار لكي يقنع الناس كثير مثل هذه الإجراءات أصلا بعض الدول تدخل حروب ويقف الشعب إلى جانب حكومته باتجاه هذه الحروب كما حصل يعني شعبنا برغم كل المأساة اللي عدة حينما حارب داعش استطاع الشعب ان يقف مع الحكومه ويناصر حينما وجدنا بعض التلكؤات اللوجستيه استطاع الشعب ان ينقل اللوجستيك الى ساحات القتال. اليوم نحن نستعد ومستعدين ان ان نواجه تخفيضا في الرواتب لكن لابد من اقناعنا. كيف تقنعني بان تذهب الى رواتب المجاهدين والمضحين والسجناء السياسيين لتذهب الى هؤلاء لكي تقلل من رواتبهم وانت لا تذهب الى المنافذ الحدوديه وانت لا تذهب الى مزادات العمله وانت لا تذهب الى الفائض العجيب الغريب الموجود في داخل الموازنه وانت لا تذهب الى كثير من مكامن الفساد ومواقع التضخم هذا لا يمكن ان يقنع ابناء الشعب العراقي لذلك اقول فريق اعلامي ناهض وجيد فريق اقتصادي من شانه توضيح طبيعه هذه الخطوات إنجازات كبرى على مكامن الألم الواقعية والحقيقية وعدم الذهاب إلى الزوائد. أنت تذهب إلى جرح آلام كثيرة وفوائدها قليلة، لماذا أذهب إلى الجروح التي يمكن أن تكون فوائدها كبيرة ومحصولاتها مهمة؟ هل هذا هو الذي يقوله حتى المعترضون على مثل هذه الخطوات، هذه فلسفة اعتراضهم. هل حكومة مصطفى الكاظمي في مأمن من الإقالة شيخ حميد؟ لو اجتمعت قوى سياسية واستطاعت أن تحقق نصابا لاستبدال رئيس الوزراء بعد القرارات التي يعتقد الكثير أنها متسرعة من مصطفى الكامل لا أحد له مأمن وليس للحكومة أن تعتقد أن لها مأمن من أن تقيلها بعض القوى السياسية بل أنا أشجع البرلمان أن يرفع راية الإقالة دائما وأبدا حتى تذهب الحكومه في تحقيق ما تريد لكن على الحكومه ان تعتقد ايضا ان هناك قوى في داخل المجلس النواب وان هناك قوى شعبيه هي متضامنه مع طبيعه البرنامج الذي اعلنته الحكومه وستمنح الحكومه الفرصه المناسبه لكي تحقق هذا البرنامج. لكن تعرف شيخ و... حميد لا اعتقد ترى... ان هناك يعني هل البرلمان مؤسسه عفوا هل البرلمان مؤسسه يعتد بها في العمليه الرقابيه وعمليه محاسبه الحكومه ومراقبه الاداء الحكومي، ما انت تعلم بان مؤسسه البرلمان تعاني من الترهل، تعاني من الشلل، تعاني من العطل، لم يشرع مجلس النواب تلك التشريعات التي تنسجم مع الازمه التي يعيشها البلد. يعني برغم ما تذكره وهو صحيح في الواقع لكنني اعتقد ان هناك امال جيده في مجلس النواب. وعلينا ان ندعم مجلس النواب، علينا في الواقع ان نضع ثقتنا به، كثير يعني مجلس النواب يتعرض الى صدمات، يتعرض الى كدمات، يتعرض الى تشكيكات، وبالتالي يعني سيصل النواب في قراره انفسهم لكي يقولوا مهما فعلنا، مهما تحدثنا، شقينا ملابسنا، صيحنا، وما زال الجميع يقول انتم غير جادين أنتم متهمون أنتم فاسدون أنتم كذا دعونا نغير هذا الخطأ دعونا نعطي البرلمان أيضا فرصة دعونا ندعمه خلي دعونا نقول لبرلمان من يعقد يا يا شيخ حميد خلي يعقد مجلس النواب لنا. خلي يعقد مجلس النواب بانتظام وباستمرارية في ظروف استثنائية وجلسات طارية حتى نعرف شو النظام أنه لكن هو معطل طيب جيد دعني أضم آه أنا أضم صوتي إلى صوتك الآن لديهم حجة بأنه برلمان توجد جائحة كورونا وهناك عدد من المصابين من أعضاء مجلس النواب وبعض المؤسسات الإدارة الموجودة دعونا ننتظر إلى منتصف الشهر السابع إلى نهاية الشهر السابع نطالبهم جميعا بان يحضروا، نتعاطف معهم، نتكاتف معهم، ندعمهم ونقول لهم انتم رجالنا، انتم ابنائنا، انتم ممثلين شعبنا، انتم اليوم متحملين مسؤوليه، انتم اقسمتم يمين يا ابناء الشعب العراقي، امنحوهم هذه الفرصه وعلى وسائل اعلامنا ان تمنح الحكومه وتمنح مجلس النواب وتمنح القضاء، لا يمكن ان نشكك بالقضاء ونشكك بالتشريع ونشكك بالرقابه ونشكك بالتنفيذ ونقول اين المنجزات؟ شكرا جزيلا الشيخ حميد معلا شكرا جزيلا ألوي. رئيس الهيئة العامة لتيار الحكمة الوطني سعداء بوجودك معنا على شاشة الفلوجة شيخ حميد ونشكر لك سعة صدرك في هذا الحوار الشيخ حميد معلا شكرا جزيلا لك نختم مشاهدينا الكرام بالتغريدات التي رصدت في هذه الحلقة المتعلقة بصراع الدولة ولا دولة الدكتور باسل حسين يقول في تغريدته الانقضاض على السلطة هو هدف لقوى وشخصيات من داخل العملية السياسية تعمل عليه بالتفاهم مع قوى تعتمد على شرعية السلاح من أجل إدامة مشهد لا دولة لذلك ينبغي أن تتحد قوى الدولة مع قوى الثورة لمنع هذا الانقلاب وعدم الوقوع في فخ الفريق الأول ودروبه المضللة أسعد الساري يقول أسعد في تغريدته تحالف عراقيون ربما لن يفعل الكثير ولكن سيبث الأمل أن هناك رجالا تدعم الدولة المركزية في سلطتها وتدافع عن هيبة الدولة صادق الموسوي يقول السيد صادق منذ الأمس وأنا أفكر في من حكم العراق لماذا كلما طالبنا بتغيير حاكم ضعيف يأتي من هو أضعف منه للحكم العراق ليس محظوظا بحكامه. الاستاذ كفاح محمود يقول في تغريدته: ازعم ان الانتخابات القادمه لن تغير في اصل المعادله الا ببعض الاكسسوارات المبهرجه طالما ان جمهور الانتخابات يهرول هروله القطيع وراء الذئاب التي تفترسه واحدا تلو الاخر. سالنا جمهورنا على مواقع التواصل الاجتماعي في تويتر هل تتوقع النجاح لحكومة الكاظمي في تجاوز الأزمات الراهنة، 66 يقولون لا تقريبا 34 يقولون نعم، هذه على تويتر، أما على الفيسبوك الجمهور على الفيسبوك يقلبون المعادلة تماما 59% يقولون نعم نتوقع لحكومة الكاظمي تجاوز الأزمات الراهنة بينما 41 يقولون لا بعدد مصوتين تجاوز ال1400 مصوت شكرا لهم وشكرا لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته